من واقع دوري المفروض ان انا اقول كلمه المدرسه في المسابقه الدوليه واللي بتشرف عليها محافظه البحر الاحمر، لكن انا شايف ان انا هتنازل عن الكلمه دي، هتنازل عنها المهند، لان مفيش حد هيتكلم عن المدرسه احسن من اكتر طالب مميز في المدرسه. انا حبيت اقول لك يا مهند قدام العالم كله ان انت مميز. شد حيلك يا مميز، على الله تعرينا. امسك نفسك يلا. يا عامر لاختيارك لمهند، انت كده كسبت الرهان. ولا رهان ولا حاجه، انت تشكري مهند، الولد ده بجد موهوب وصوته يدخل القلب، ولو ما فزناش على الاقل ما قصرناش وقدمنا حاجه مشرفه. ده حقيقي، عشان كده انا بشكرك يا عامر. يلا يا عم. يا حبيبي ان شاء الله. خلي بالك ما بتحضنش تلاميذ، بتاكلهم بس. ان شاء الله يبقى وشك حلو علينا ونكسب في المسابقه ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب يا حبيبي.